ما أثار قضايا جدلية متعددة تتعلق بهذا الاشتباك الحاد بين الدين المطلق ومبادئ الدولة الاعتبارية النسبية. صحيح أنه لا سلطة دينية في الإسلام، لكن أيضا ليس هناك في الإسلام تفصيل يحدد بدقة مفهوم الدولة. الدولة هي منتج سياسي وتاريخي وليس عقائدي، وأن دولة الإسلام تطورت، وأن الإسلام كدين ودولة وحده هو الأقدر على التوافق مع كل المؤسسات الدستورية والمدنية